آه يا قلبي شوف هواك وين أرماني، فقبح الصافي بمواج وداني معاك. أنا الموسيقى قصتي معاها بدأت من ناس صغيرة، كنت دائما نعود واحد يحس أني نبقيها حتى، وذاك هو السبب إني كبرت عد فنانة. اخترت الطريق ولكن شاكاني أبدا لا نجبر صعوبات فيه، كنت شاكان عنه لا مسألة زينة قد الإنسان يعبر فيها عن رسالة. سألت نفسي أين ألهام ما أريد، وجدت نفسي ضايعة. أنا يعني بدأت تنقلني، أول شي جبرت مضايقات من المجتمع، فيهم واحدين تي دائما يسبوني، دائما يجوقوا فيا، دائما يقولوا لي الفاظ ما هي قد حد قاعد يوصفها. ونعرف ان هنا ياسر من الناس يختاروا الحلم يقي، ما هم قادرين بين المجتمع من نفسه يفرض عليه قوانين، وحتى انه يكرهك في المساله اللي انت تختار بسبب شي من الناس تراجعوا يقي. انا الى الان ما استماش في الطريق، ولا الان ما صعوبات متان مع الاهل مع المجتمع مع الاصدقاء. انا والدي ما هم ماشيين معايا في اني نعود نقلني، بينهم يعتبروا عن الموسيقى حرام، عنها ما هي من عادتنا، عنا نحن من طبقه ما نقلنوا. مشكله لا المجتمع مازال ما فات تقبل فكره الموسيقى، ما فات تقبل انك انت تعود فنان والله عندك هوايه. يختاروا انسان يمشي لا على مساله واحده. قالوا لي خرجتي فضلها. دائما ندخل يوتيوب ونشوف التعاليق اللي على اغاني، نجبر شي من الناس تعاليقهم زينين مأيديني على ذا وشاكرتهم على التعاليق.